فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن حجت في العام الماضي لكنها لم تبت في منى أيام. امرأة كبيرة في السن قد حجت في العام الماضي لكنها لم تبت في منى أيام التشريق بل باتت في العزيزية، فهل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت عاجزة عن المبيت في منى ليس عليها شيء، إذا كانت عاجزة عن المبيت في منى فليس عليها شيء. نعم.